حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني الإمارات العربية المتحدة والبحرين عواقب توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، محذرا من تأثير ذلك على الأمن في المنطقة. وسبق لإيران أن انتقدت بشكل حاد تطبيع الدولتين المجاورتين لها للعلاقات مع عدوتها الأبرز في المنطقة، ووصفت الخطوة بحماقة استراتيجية تصل حد الخيانة. وقال روحاني أمام الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن إسرائيل ترتكب المزيد من الجرائم في فلسطين كل يوم ومن دون أن يسمى البلدين المعنيين. كما تساءل الرئيس الإيراني: كيف يمكنكم مد أيديكم لإسرائيل ومن ثم تريدون منحها قواعد في المنطقة؟ كل العواقب الوخيمة التي ستنتج عن ذلك ستقع على عاتقكم أنتم الذين تقومون بأمر غير قانوني ضد أمن المنطقة. وأتت هذه التصريحات غداة توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقين تاريخيين مع الإمارات والبحرين تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.